صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير والنور والسعادة. صبح عليكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المفضلة إذاعة نور دبي. يسعدنا أعزائي المستمعين تواصلكم وتفاعلكم معنا ومع ضيوف حلقاتنا في برنامج صحة وسعادة، وأطيب التحيات مني محدثتكم آمنة آل علي. وفي حلقتنا اليوم بنتناول آخر الأخبار والدراسات العلمية العالمية وآخر مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي، وفقرة التغذية لليوم بنتحدث عن أهمية المغنيسيوم في الجسم. واليوم طبعا أعزائي المستمعين يصادف اليوم العالمي لأمراض القلب، وفي هذا الجانب استضفنا دكتورة أمراض قلب من مستشفى دبي بتحدثنا أكثر عن خدمات مستشفى دبي في هذا المجال وكل المعلومات اللي ممكن تفيد الأشخاص اللي يعانون من أمراض القلب. واليوم بنبدأ فقراتنا مع الخبر المحلي أو العالمي مثل ما يقول الخبر. قاهر الكوليسترول، دراسة تكشف فوائد عظيمة للجوز. كشفت دراسة أجراها باحثون في مستشفى كلينيك دي برشلونة عن فوائد عظيمة لإضافة الجوز إلى نظامنا الغذائي بشكل يومي. ووفقا للدراسة فإن إضافة نصف كوب من الجوز إلى نظامنا الغذائي اليومي يمكن أن يخفض مستويات الكوليسترول بحوالي 8.5% ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب. وتوصلت الدراسة اللي نتائجها بعد إجراء اختبار شمل 628 شخص بالغ تمت إضافة الجوز بشكل يومي لنظامهم الغذائي. ووجد الباحثون بعد مرور عامين أن الفريق اللي يتناول الجوز يوميا قد انخفض لدى أفراده الكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة واللي يعرف باسم الـ LDL. ويرتبط هذا النوع من الكوليسترول اللي هو كوليسترول البروتين الدهني الذي يطلق عليه اسم أيضا الضار بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية. وقال خبير التغذية إيميليون روس من مستشفى كلينيك دي برشلونة في إسبانيا، أظهرت الدراسات السابقة أن المكسرات بشكل عام والجوز على وجه الخصوص يقوم بتخفيض معدلات الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، إلا أن دراستنا كشفت أيضا عن دورها في تحسين جزيئات الكوليسترول الضار. فطبعا أعزائي المستمعين توصي جمعية القلب الأمريكية بتناول الجوز كونه غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية، وهي دهون صحية للقلب وتتواجد بكميات كبيرة في الأسماك الزيتية. وهذا طبعا كان خبرنا لليوم مثل ما يسمونه قاهر الكوليسترول اللي هو الجوز. فنصحكم أعزائي المستمعين إن ما تبخلون بوضع الجوز في نظامكم الغذائي. والحين بعد خبرنا لليوم بننتقل لمستجدات وسائل التواصل الاجتماعي مثل ما عودناكم مع زميلتي أسماء الجناحي. صباح الخير أسماء. صباحكم الله بالنور، سرور عليكم وعلى كل مستمعي إذاعة نور دبي. أهلا فيك أسماء، خبرينا شو آخر مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي. بنتكلم عن لقاح الإنفلونزا الموسمية، متوفر في جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية، متوفر مجانا لكل من المواطنين المقيمين. هم بيكونون من ضمن الفئات التالية: المسنون فوق 65 سنة، الأطفال دون سن 5، الحوامل، أصحاب الهمم، أصحاب الأمراض المزمنة. هذول اللي يتوفر لهم اللقاح الإنفلونزا الموسمية مجانا في هيئة الصحة. أما يعني اللي مو موجودين من ضمن هاي الفئة هو بيكون قيمة التطعيم 50 درهم. أهم شيء إنه ممكن إن يحدد إن جميع مراكز الرعاية الصحية بالمواعيد خصوصاً لتطعيم الإنفلونزا، والحصول على موعد يمكن الاتصال بمركز الاتصال 8342، وأيضاً يمكن من خلال تطبيق هيئة الصحة. وين موجود التطعيم؟ موجود في المراكز التالية: مركز البرشة الصحي، مركز نادي الحمار الصحي، مركز اللسيل الصحي، مركز مزهر الصحي،
مركزنا النخول الصحي، مركز نادي الشبا الصحي، ومركز الطوار الصحي، ومركز زعبيل الصحي، ومركز الصفاء الصحي. موجود التطعيم في هاي المراكز، واهم شيء انه يحجزون موعد قبل هذا الموضوع. ايضا من ضمن الاشياء اللي نحن نحب ناكد عليها في قنوات التواصل الاجتماعي، وصلتنا مجموعه من الاسئله. من ضمن الاسئله، هل كم سعر اللقاح؟ قلنا 50 درهم. اذا اخذنا، هل يمكن ان نحن ناخذ تطعيم اللقاح وكوفيد؟ نعم، لكن في مدة زمنية بين التطعيمين. أيضا هل ممكن من هالأشياء اللي سألتنا كم الفارق؟ هو يعني ما في فارق وايد كبير بين التطعيمين. أيضا من ضمن الأشياء اللي نحن نحب نأكد عليها أن جميع مراكز هيئة الصحة زي مو بس في تطعيم الإنفلونزا، وأيضا الخدمات الصحية الثانية هي من خلال المواعيد المسبقة، أما من خلال تطبيق هيئة الصحة بالزي أو من خلال مركز الاتصال 8342، وأيضا خدمة الواتساب 8342. كل اللي عليهم يسيبون رقم الهيئة المجاني أو مركز الاتصال في قائمة الاتصال، يكتبون كلمة هاي وراح تطلع لهم كل الخدمات بشكل تلقائي من خلال رسائل الواتساب. تقريبا هاي الأشياء اللي كانت في قنوات التواصل الاجتماعي، ونتمنى للجميع الصحة والسعادة. شكرا لك زميلتي أسماء الجناحي، ونتمنى لك الصحة والسعادة. طبعا أعزائي المستمعين، نذكركم أن هناك يوم واحد يفصلنا عن إكسبو 2020. دبي على استعداد لتصنع نجاحا جديدا يضاف إلى سجل نجاحات دولة الإمارات العربية المتحدة. كلنا على أتم الاستعداد، وكلنا نقول بأن نرحب بالعالم في دبي 2020. أعزائي المستمعين، هذا الحدث الأكبر واللي سيسجل نجاحات كبيرة لدولة الإمارات، كلنا بانتظاره. غدا إن شاء الله الافتتاح الرسمي لدبي لإكسبو 2020. كونوا على استعداد لهذا الحدث بكل ما تحملون من جوارحكم، بكل فرحة سنتشارك هذا الحدث التاريخي غدا بإذن الله. يعني يوم واحد يفصلنا عن إكسبو 2020. أعزائي المستمعين، بنطلع معاكم فاصل وبنرجع نكمل فقرات برنامج صحة وسعادة، خلوكم معنا. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم في برنامج صحة وسعادة، وانضميت لكم دكتورة عاش البسطي في خلال فقراتنا الجاية إن شاء الله في البرنامج. نذكركم برقم التواصل 600-555-1414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله ويانا. طبعا آمنة فقرتنا الحين مثل ما تعودنا تكون الفقرة التقذوية، وطبعا اليوم موضوعنا جدا مهم، وبنتكلم عن معدن جدا مهم، والناس الحين خلال هالفترة وايد مهتمة به لأن طلعت فوائد اللي موجودة واللي تفيد الجسم كذلك. نعم، وطبعا لفائدة هذا المعدن وأهميته بنتكلم اليوم عن المغنيسيوم، اللي هو من أهم العناصر اللي يحتاجها الجسم واللي يتم تخزينها في العظام والأسنان والعضلات. ورغم أهمية هذا العنصر، إلا هناك في ناس دكتورة يتجاهلون نقصه. صحيح. ويؤدي إلى مضاعفات خطيرة إذا كان هالنقص حاد. صحيح. فاليوم بنستضيف الأستاذة سهى نوفل بتحدثنا أكثر عن هذا المعدن المهم في الجسم. صباح الخير أستاذة سهى. صباح النور. أهلين 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 آمنة دكتورة عايش. أهلين أهلين، حياك الله ويانا. طبعا اصبح عليك استاذه سهى، واصبح على دكتوره عاشه بعد ما صبحت عليك. صباحك نور وسرور. طبعا استاذه سهى، نسمع تكلمنا بدايه ان المغنيسيوم من العناصر الغذائيه المهمه وله دور كبير في الجسم، فحابين نتعرف اكثر على اهميه المغنيسيوم في الجسم، وشو هي الاكلات او شو الاشياء التقذويه اللي يقدر الواحد يحصل عليها، يحصل على المغنيسيوم منها. زي ما حضرتك تفضلتي دكتورة عايشة وآمنة، فعليا المغنيسيوم له كثير كثير أهمية، ويعتبر من العناصر الأساسية جدا في العديد من العمليات وللعديد من أجهزة الجسم المختلفة. يعتبر يعني كتصنيف هو من المعادن، خلينا نحكي عنه لو رتبنا المعادن، هو تقريبا رابع معدن أساسي يحتاجه الجسم.
المغنيسيوم يدخل في زي ما حكينا في تقوية وصحة العظام. كيف الآلية تعتبر أنه بيعمل على تنظيم آلية ومستويات الكالسيوم والفيتامين دالي، يبقى هو بتدخل مع هاي العناصر الأخرى حتى تقوي لي عظامي. مهم جدا لعملية استرخاء العضلات، خاصة عندي كمان لو نحكي عن العضلات بشكل عام، ولو نتخصص مع عضلة القلب، لأنه هو والكالسيوم، الكالسيوم بيعمل انقباض، هو بيعمل انبساط للعضلة، إذن هو بحافظني على انقباض وانبساط عضلة القلب. بدخل في جهاز المناعة، بقوي لي عندي جهاز المناعة. المغنيسيوم مهم جدا أيضا في الجهاز العصبي، لأنه بيرتب المعادن الأخرى والإلكترولايت الثانية، فبالتالي هو مهم جدا عندي للجهاز العصبي. الناس اللي بيكون عندها صداع شديد مع لأنه بتدخل عندي المغنيسيوم في الجهاز العصبي، فشوي بخفف عندي من الصداع، خاصة الصداع النصفي. في بعض الدراسات برضو بتحكي أنه بيساعد في تنظيم السكر في الجسم، لأنه بنظم عندي من هرمون الإنسولين وبيسيطر على الجلوكوز اللي موجود في الدم. هاي بعض الفوائد للمغنيسيوم. ولو حكينا زي ما حضرتك تفضلتي عن مصادر الكالسيوم، عفوا المغنيسيوم، مصادر المغنيسيوم موجودة عندي في العديد من الأطعمة، لكن أعلاها عندي في عندي في الكينوا موجود، يعني كوب واحد من الكينوا بيعطيني ما يقارب 112 أو 118 ميلي جرام من البوتاسيوم. المغنيسيوم، عفوا المغنيسيوم، احنا احتياجاتنا من المغنيسيوم طبعا تختلف فيها بالأعمار والجنس، لكن صحيح. لو حكينا البالغين من الذكور بدهم تقريبا من 400 ل 420 ميلي جرام باليوم، الإناث بدها من 310 320 ميلي جرام، طبعا غير الحوامل كبار السن. لكن لو ركزنا على هاي الفئة العمرية مثلا، فأنا لما أخذ كوب كينوا يعطيني 118 ميلي جرام، فهي يعتبر أمن لي تقريبا ثلث الاحتياجات. صحيح. لو أخذنا السبانخ، المكسرات خاصة والبذور، اللوز، الشوفان، الحبوب الكاملة، هاي فيها مصادر غنية جدا بالمغنيسيوم. الفاصوليا السوداء برضو بتعطيني كمية ما يقارب الكوب المطبوخ منها، بيعطيني ما يقارب 120 ميلي جرام من المغنيسيوم، نفس يعني زيها هي والكينوا بتعطيني ثلث الاحتياجات. فهو موجود بالعديد، لكن فيه مصادر زي ما حكينا فيها أكثر من مصادر أخرى، وهاي اللي لازم نحاول نركز عليها بشكل يومي. صحيح. وحتى يعني المكملات او مثل ما نقول الاشياء التغذويه اللي تحتوي على المغنيسيوم مثل كينوا او الفاصوليا السوداء او السبانخ، هذه كلها حتى يعني طعمها للجميع يتغبله ويحب يضيفها في اشياء كثيره مثل السلطات او مثل الاكلات اليوميه. دكتوره الكينوا يعني احنا يمكن ضفناها بشكل مؤخر للسلطه. صحيح. صراحه اكتشفت ان اليهال ما يستوعبونها، يعني مو بحاسين ان هي اصلا موجوده في السلطه. صحيح. وهي مفيده، تخلطينها في سلطه الجرجير مع الشمندر مع اي شيء، بتحسين في اي سلطه حطي الكينوا هم مش حاسين فيه لانه صغير. صحيح. وما يعني ما له يعني طعم مثلا مو بحلو ولا شيء. صحيح. ومصدر كبير للمغنيسيوم، يعني يعني شيء وايد سهل ممتاز. يعني ثلث الكميه اللي احتاجها اقدر اخذها على وجبه واحده، يعني وكميه يعني بتناسبني، يعني وخاصه من الاشياء اللي ذكرتيها بعد كذلك استاذ السوها، يعني اهميته، يعني أهمية المغنيسيوم، هاي شجعنا أن نضيف هذه الأشياء بكثير في أكلاتنا اليومية أو في وجباتنا اليومية كذلك. بالضبط نعم، لأنه هاي حتى إحنا لما نحسن على بعض الوجبات، نحسن على السلطات، على حتى المواد الغذائية الثانية في أثناء الطبخ، وأضيفها للأطفال أو للبيت بشكل عام، يمكن هم ما يحسوا بفرق الطعم، لكن أنت حتجني الفوائد من هاي الإضافات. صحيح. بعد. صحيح. طبعا استاذ سوها، في في فئه من الناس تستخدم المكملات الغذائيه اللي هي اللي فيها المغنيسيوم، متى يقدر الشخص يبتدي هذه المكملات، وهل لها اضرار جانبيه اذا الواحد خذها بكميات كبيره؟ تمام. هلا بالنسبه لو حكينا عن المكملات، الانسان بشكل عام اذا تناول الاكل الصحي والمنوع زي ما حكينا واخذ الاشياء اللي ركز على الاشياء هاي، نقص المغنيسيوم بيكون خلينا نحكي بسيط. واذا بده يصير في عند النقص اللي يستدعي اخذ المكملات، فمعناها هذا الشخص فعليا عنده، اذا ما عنده حاله مرضيه معينه، فهو ما عم بتناول الغذاء الصحي لفترات طويله،
حكينا إذا ما عنده حالة مرضية تمنع امتصاص المغنيسيوم أو تتضارب مع المغنيسيوم، فهو فعليا عنده سوء تغذية أو سوء في انتقاء المواد الغذائية اللي عم بياخذها، عم بيركز أكثر شيء على النشويات على السكريات، ما في الفائدة الغذائية المرجوة في الأكل اللي بيتناوله، فهون بتبلش عندي فعليا تظهر أعراض نقص المغنيسيوم. المكملات الغذائية من دائما دائما بنعيد نفس الكلام، أنا ما بطلع على أي مكمل غذائي بيجيني في الإذاعة، في عفوا في السوشيال ميديا، من صاحب تجربته، من أخوي عم بياخده. لازم تأخذ المكملات الغذائية عن طريق استشارة الطبيب، لأنه الطبيب هو اللي بيحدد لك كم مقدار النقص اللي صار عندك، هل أنت فعلا بحاجة، وشو نوعية المغنيسيوم اللي رح تتناوله، لأنه في عدة أنواع. أنا مش كل علبة أشوف عليها مغنيسيوم معناها هذا اللي بيناسبني، ترى في الأسواق في عدة أنواع. صحيح. خلي الدكتور هو اللي يختار لك النوع المناسب والجرعة المناسبة، لأنه الزائد برضه بيعطيني برضه آثار سلبية. إذا المكملات الغذائية بتتناول عن يعني تأخذ عن طريق استشارة طبية، الدكتور بيحدد هل عندك تضارب مع أدوية أخرى ممكن أنت تكون تأخذها تمنع امتصاص المغنيسيوم، فبيحدد لك الجرعة والوقت المناسب والنوعية المناسبة. لأنه صحيح. زيادة هاي المغنيسيوم عن الحد الطبيعي أكيد حيصير له آثار جانبية، ممكن يعمل غثيان للشخص، يعمل هبوط حاد في الضغط، ممكن بالعكس بدل ما هو يكون مفيد للعضلات يعمل لي تشنجات في العضلات، لأنه عم بيصير خلل في توازن مع المعادن الأخرى. فضروري أنا قبل ما أخذ المكملات تكون تحت استشارة طبية. صحيح. واي ذكرنا دائما أن نذكر نفسنا ونذكر غيرنا كذلك، أن مو بشرط الشيء يكون صحي أني أكثر منه بكميات جدا كبيرة، بالعكس يعني يمكن إذا كثرت فيه بكميات كبيرة على جسمي يكون ضرر فيه أكثر من ما يكون فيه صحة لهذا الشيء. يعني على أهمية المغنيسيوم أو أي نقول أي فيتامين أو أي معدن ثاني، بس الزيادة في أخذه بدون استشارة طبية وبدون طابعة أكيد له ضرر كبير على الجسم. أكيد بالضبط. أستاذ سهى، كلمة أخيرة توجهينها للمستمعين عشان نتفادى نقص المغنيسيوم في أجسامنا. زي ما حكينا نقص المغنيسيوم ما بيصير بيوم وليلة، ضروري جدا حتى أتفادى هذا النقص يكون عندي غذائي منوع شامل، أركز فيه على المصادر الغنية في المغنيسيوم زي ما حكيناها، لأنها بالتالي حتى هاي المصادر غنية أيضا في العناصر والمعادن الأخرى اللي بتشتغل كلها مع بعض، زي ما حكينا السبانخ والخضار الورقية، أحافظ على وجود الكينة وحتى لو كانت جديدة علينا لكن خليها تدخل عنا، الحبوب الكاملة، نرجع لموضوع الحبوب الكاملة، الشوفان، القمح الكامل، هذا كله بتركز في عنصر المغنيسيوم. لو أنا تناولت هذه الأشياء، لو أخذت الأفوكادو، هاي الأمور كلها بتفادى حدوث المغنيسيوم على البدن البعيد، وبكون حصلت عليها من مصادر طبيعية، وحتى جنبت حالي إنه يكون في عندي نقص فيما بعد. وإذا كنت في عندك أي مرض أو أي عرض جانبي يمنع أو يخفف من امتصاص المغنيسيوم، ضروري نراجع الطبيب وناخذ استشارة الطبيب في نوع المكمل الغذائي وكميته ومواعيد تناوله. صحيح، وهاي النقاط جدا مهمة الواحد يحطها بعين الاعتبار قبل حتى ما يبتدي أي مكمل غذائي. وبما أن الأشياء اللي متوفر فيها المغنيسيوم آمنة واستادس، وهاي دمانة موجودة ومتوفرة وطعمها الواحد يتقبله، وبتدينا ندخلها بأشكال جميلة حتى في أكلنا، يعني ما بنقول بس لذيذة، حتى الشكل تعطيك شكل حلو في الأكل، فهذا يساعدنا أكثر أن نستخدمها أكثر حتى عن المكملات الغذائية. كلام سليم بالضبط. إن شاء الله نتمنى السلامة لجميع المستمعين القائمين على البرنامج كمان. إن شاء الله. أستاذة سهى نوفل، اختصاصية التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي، شكرا لك. شكرا لكم. شكرا لك. طبعا أمنا يعني جميل نربط هذه الأشياء بالوجبات اليومية اللي نقدمها، وخاصة الجميل أن تذكرتي كذلك الأطفال، لأن معظم الأمهات يمكن يلقون صعوبة أن يختارون أكلات أطفالهم يتقبلون يأكلونها، هذا أول شيء، وتكون أكلات صحية. وثاني شيء، إذا الطفل تعود على هذه الأكلات من صغره يربى بهذه الأكلات، فيتعود يكون أكله صحي، ما بيلاقي أي صعوبة أو أي مثل
مثل ما نقول تحدي أنه يبدل من أكل كان مو بصحي الأكل صحي يوم يكبر. نعم بالضبط دكتور. إحنا دائما نقول نحن ما نحرم الأطفال عندهم مثلا يداتهم الله يحفظهم يوم يصيرون عندهم يستوي الأوبن داي هذا. صحيح. ما تقدرين تزعلينهم لكن نحن نحاول أن نحافظ. أنا لاحظ دكتورة اللي أنت بتربين عليه يعني إذا أنت عودتي الطفل أن السناك ماله بيكون فواكه ترى هو كل يوم العصر بيسألك عن الفواكه. صحيح. إذا أنت علمتيه أنه والله في السلطة هاي في شمندر هو ما يدري شو الشمندر بس لونه حلو ومحطوط بطريقة حلوة في السلطة ما بيعرف شو هو فهو بيتعود أنه والله السلطة هاي اليوم ليش مو بلونها شي ليش ما فيها شمندر يعني تصير يعني عادات يمكن حتى نحن يمكننا صغار ما تعودنا يمكن عليها ولكن نحن بنعود عيالنا عليها. حتى الوالدة الله يحفظها ووجه لها تحية إذا كانت تسمعني اليوم هي كل يوم تسمعني تحية من البرنامج للوالدة إن شاء الله. فالوالدة كانت يعني على أخواني الأصغر هي دايما كان عندها يعني وعي كانت تقرأ من المجلات وتسمع الراديو بشكل يومي فكانت يمكن آخر أربعة هذيلة كل يوم الصبح لازم دكتورة كوب حليب وبيضة. تخيلي إن هايل وصلوا ما شاء الله ليل الجامعة أختي بتروح الجامعة وين كوب الحليب وين البيض المفور. أقول حق أمي ليش ما علمتيني ليش ما علمتيهم أنا ما أحب الحليب. قالت لي شوفي إنسان يتعلم يكبر. صحيح. ويتعلم. إحنا ما يعني ما كانت أشوف أن الريوق شيء وايد ضروري ناخده قبل ما نروح المدرسة. صحيح. ولكن الإنسان يتعلم يطور من نفسه ينقل للأجيال القادمة عشان إن شاء الله تكون أجيال تنعم بالصحة يا رب. صحيح. والجميل واحد أن يطور من نفسه يوم بعد يوم ما يقول لا أنا يعني بتم بنفس المستوى. الجميل أن يطور من نفسه ويحاول يثقف نفسه أول بأول. حين دور الفاصل يا آمنة وراجعين الموضوع جدا مهم طبعا اليوم العالمي لأمراض القلب وبنتحدث أكثر وأكثر عن هذا الموضوع بس نطلع فاصل وإن شاء الله راجع لكم. صحة وسعادة. رجعنا لكم أعزائي المستمعين مع برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. اليوم يصادف اليوم العالمي لأمراض القلب ونحن عشان نوعي الناس أكثر ولنشر ثقافة الوعي لدى أفراد المجتمع بأسباب أمراض القلب وطرق الوقاية منها وتجنب مضاعفاتها السلبية بنستضيف معانا اليوم الدكتورة إيمان إبراهيم أخصائية أمراض القلب بمستشفى دبي. صباح الخير دكتورة إيمان. صباح النور. أهلا أهلا. صبحت الله بالخير دكتورة إيمان اليوم ويانا في البرنامج. أهلا. اليوم طبعا اليوم العالمي لأمراض القلب وطبعا لا يخفى على أحد فينا أهمية القلب ودوره الرئيسي في الجسم ككل. طبعا بداية دكتورة حابين نتعرف عن أسباب أمراض القلب بشكل عام. حاضر. طبعا أمراض القلب مش سبب واحد لها أسباب كتير زي ما احنا عارفين. جزء كبير بيلعب الوراثة العادات الأكل النظام الرياضي اللي بتبعه الإنسان في نظام حياته طبعا نوعية الأكل اللي بيأكلها وزيادة الوزن هي أكثر أسباب وارتفاع الكوليسترول بتسبب أمراض القلب وبالإضافة للسكر والتدخين يعني كلها تتعلق أكثرها بنقسمها لنوعين. في النوع اللي هو بأسباب إحنا ما قلنا يعني كنترول عليها اللي هي مثلا الوراثة أوكي. والنوع الثاني اللي إحنا ممكن لو تحكمنا فيه نحاول نخفف من تأثير يعني التدخين الكحول الوزن الرياضة العادات الصحية لو عملناها هاي ممكن إحنا نخفف الأمراض القلب بالنسبة للإنسان يعني. نعم طبعا دكتورة هناك طرق كثيرة للوقاية من هذه الأمراض اللي تصيب القلب أو عضلة القلب مثل ما نقول فحابين نتعرف أكثر عن طرق الوقاية لهذه الأمراض. طيب طبعا إحنا زي ما قلت لك الأشياء الوراثية ما بنقدر نتحكم فيها بس الأشياء الغير وراثية. نعم. يعني مثلا المفروض نبتدي المعتقد القديم انه دايما امراض القلب بتصيب الكبار في السن مثلا بعد 50 بعد 45
بس للأسف إحنا يعني حاليا بنشوف ناس أمراض قلب ومن سن 20 تقريبا أوكي. فلازم الوعي يعني نبني في الجيل الصغير في الأطفال من هم لسه بالمدرسة عرفتي. صحيح. فلما من المدرسة يبتدوا يتعلموا الأكل الصح يأفويد يعني يمتنعوا عن الفاست فود اللي بنسميها الفاست فود أو الجنك فود، الأكل ما يكونش فيه ملح كتير. صحيح. يدخلوا دائما بنظام مثلا رياضي، مش على طول على الموبايل وعلى الجيم. فلو إحنا من هم صغر سنهم عودناهم على هذا على هاي الحياة والستايل، ساعتها صدقيني إحنا حنقدر نمنع جزء كبير من أمراض القلب. فلما يوصلوا سن 30-40 حيكون أوريدي هم يعني متعلمين وهم صغار على العادات الكويسة مش العادات السيئة، ومتعودين كذلك، يعني ما بيلاقون أي صعوبة في تغيير نمط حياتهم. أيوة. فحتى أنا اللي بعرفه يعني في مثلا في مدارس بتحاول تمنع انها تبيع البيبسي والسندوتشات اللي هي فيها كميات املاح او ايه. ايوه مظبوط. فاحنا هيك بنبني جيل من الاول نمنع المرض، بس لما المرض يحصل صدقيني بيكون اصعب علاجه. فالبريفنشن بنسميه بالانجلش بريفنتيف ميديسن، اسهل من انه احنا تتريت، يعني بدل ما نبتدي بادويه وعمليات وشبكات في القلب. صحيح. كل هاي الأشياء إحنا نحاول نمنع إنه يحصل. والوقاية طبعا خير من العلاج. أكيد. ونفس هذه النقطة طرقنا لها كذلك أنا وآمنة في الفقرة التغذوية، أن الواحد يعود أطفاله من الصغر على الأكلات الصحية وعلى نمط الحياة الصحي، يوم بيكبرون يكون متعود الشخص ولا يلاقي أي صعوبة في تغيير نمط حياته. أيوة. يعني للأسف إنه في ناس بيفكروا لا أمراض القلب بس في الكبار في السن. لا، أمراض القلب بنشوفها بالعشرينات وبال25. دكتورة ذكرتي أن الفئات العمرية ما عادت تقتصر على فئات كبار السن، نقدر نقول اللي فيهم أمراض القلب. فإذا كان هناك فئات مختلفة، هل هناك فئة أنت تشوفينها الأكثر عرضة للإصابة؟ أكيد هو يعني الآن موجود في كل الفئات العمرية، بس في فئات مثلا فئات كبار السن، ولا تشوفون ان فئات معينه هي اكثر اصابه بامراض القلب؟ طبعا هو اساسا الكبار في السن، وبالنسبه للرجال بيبتدي امراض القلب بتبتدي قبل النساء بسبب الهرمونات اوكي. وطبعا اكثر معروف انه الرجال عندهم اكثر على سن مثلا بعد 40 بيكون الريسك لامراض القلب تحصل أكيد. بس اللي أقصد أقول لك إنه إحنا حتى حالياً حتى صغار في السن في العشرينات في 25 مثلاً ممكن يكون عنده سكر، ممكن يكون عنده ضغط عالي، ممكن يكون عنده ستريس من شغله من الحياة، تدخين زيادة في التدخين، السجائر، النيكوتين، كل هذا بيخلي المرض يظهر على سن أصغر من أول. نعم. فمثل ما ذكرتي دكتورة عاشة أن نمط الحياة هو اللي بيحكم إذا هذا الشخص سيصاب بأمراض القلب سن مبكر أو سيكون يصاب بأمراض القلب بشكل طبيعي، يعني اللي يصابون بالناس في أعمار يعني متقدمة كبيرة. هي بس يعني حتى الكبار ممكن يقول نفسهم دكتورة من هالشيء إذا مارسوا نفرض الرياضة، إذا قلتي الرجال أكثر عرضة إذا مارسوا الرياضة من عمر صغير ممكن يتجنبون أيضا الإصابة بأمراض القلب. ايوه طبعا. وحتى لو حصلت تكون مثلا بسيطه، ما تكونش مثلا انت عارفه الكبار في السن او اللي هم كانوا ما بيتبعوش رياضه وفي تدخين مستمر بتلاقي شرايينهم كلها كالسيوم متكلسه عرفتي. فهاي بصير اكتر انه يحصل له مثلا انسداد كامل بالشرايين ويضطر انه ينعمل له شبكات او عمليه قلب المفتوح. نعم. أيضا دكتورة دائما نسمع علاقة بين محيط الخصر والإصابة بأمراض القلب، فهل هناك فعلا علاقة بين محيط الخصر وأمراض القلب؟ لأن الناس تستغرب. أيوة. كذلك دكتورة، لأن معظم خص يعني أن شل يعني شو يدخل الخصر بالقلب نفسه، القلب في الصدر، فدائما هالتساؤل. أيوة. اللي يعني الناس تستغرب منه. طيب شوف يا ستي، هو في طبعا حاجة اسمها الأبدومينال أوبيزيتي اللي هي بالذات عند الرجال بيظهر الكرش عرفتي. فكل ما زاد الكرش بجمع الدهون، فهذا بيعكس انه في دهون في كل الجسم ودهون مأثرة على القلب. ف
فمن الدراسات بينت يعني انه كل ما زادت الابدومينال اوبيزيتي او اللي هي الكرش, هاي دليل انه عنده عرض اكتر يكون عنده اوريدي تكلف بالشرايين ويحصل له امراض في القلب. فمن هاي المنطلق اجى موضوع الخصر يعني. يعني لها علاقه الرجال كمان. لا علاقه. نعم. فاللي بيتابعوا يعني في الاعداد وفي حاجه اسمها ريسك سكور بيشوف الوزن, مش بس الوزن, الخصر زي ما انت قلتي زي ما تفضلتي يعني. بالاضافه للكوليسترول والضغط والسكر طبعا. دكتوره, طبعا احنا عارفين امراض القلب امراض يعني جدا كثيره وتتفرع الفروع كثيره كذلك, فممكن يعني نتعرف بشيء مختصر عن اكثر امراض القلب الشائعه عندنا هنا في مجتمعنا في مجتمع الامارات؟ هي امراض الشرايين اول حاجه, امراض الشرايين. بعدين أمراض الشرايين بينشأ عنها ضعف عضلة القلب, أوكي؟ وبعد يعني this is the most common, أكتر مرض منتشر بالقلب, أوكي؟ في الحمد لله في الإمارات ما بنشوفش اللي هو مشكلة الصمامات أو التهاب الروماتيزم, أوكي؟ لأنه كويس, بس اللي بنشوفه في المستشفيات أكتر اللي هو شريان القلب, ولو تأخرنا في التدخل يحصل فشل في عضلة القلب. صحيح. ودكتورة يمكن ذكرتي نقطة جدا مهمة اللي هي أمراض الصمامات الروماتيزمية, وهذه الجميل يعني الحمد لله الحين يعني ناس ما قلتي يعني نادرة ما نشوفها في الإمارات, لأن التشخيص يكون بداية يعني بالنسبة لتشخيصها, يعني هذا دليل على الرعاية الصحية الحمد لله المتطورة في الإمارات, وعشان شيء ما قمنا نشوفها نفس قبل. وأي حد يحصل عنده التهاب بلوز أو التهاب على طول يأخذ العلاج المناسب. مظبوط صحيح. يعني هذه يعني كفاية أن الوقاية خففت علينا كثير من ناحية الأمراض الروماتيزمية اللي تأثر على صمامات القلب, وتي من أسباب بسيطة دكتورة, يعني يكون الواحد جاي باحتقان أو يحتاج علاج مضادات حيوية معينة أو علاج للاحتقان من البداية. فيعني الحمد لله هذا الشيء جدا جميل, ونشكر دكتورة أنك ذكرتي أن حتى هذه الأمراض بدأت تقل عنا هنا في الإمارات. ما نشوفهاش تقريبا غير الناس مثلا كانوا في الهند او كذا. الحمد لله. دكتوره, طبعا في خدمات كثيره تقدمها هيئه الصحه بدبي لمرضى القلب, فحابين نتعرف على هذه الخدمات اللي تقدمها الهيئه في مراكز التخصصيه للقلب اللي موجوده عندنا في الهيئه. طيب يعني نبتدي بالتوعيه طبعا, يعني مثلا اليوم احنا في مستشفى دبي عاملين كامبين للورد هارت داي. طبعا احنا عشان الكوفيد عاملينه في القسم, بس عاده قبل الكوفيد كان بنعمل في الريسبشن تحت, وفي ناس يعني بيكون عندهم انفيتيشن بنعطيهم بروشور علشان يعني توعيه للقلب ومحاضرات. اوكي ممتاز. فعلى طول كل سنه لازم نعمل الكامبين, وهذا له دور كبير دكتوره كذلك في تعريف المجتمع وكذلك في تعريف فئه كبيره بدور القلب وشو الاشياء او كيفيه الوقايه منها والامراض كذلك اللي يتعرض لها القلب. كنا بنعمل في المولات كمان في سيتي سنتر في ميردث, وبيبقى في فري سكريننج للسكر والضغط والكوليسترول. ممتاز. بس طبعا عشان الكوفيد والوضع حاليا الموضوع على خفيف يعني اقل من الاول. بس الجميل دكتوره انكم انتم مستمرين في هذه التوعيه بالرقم من الجائحه بالرقم من يعني الاشياء الكثيره طبعاً. يعني بس الجميل اصرار على توعيه المجتمع بهذه الاشياء كلها. نعم. والابتكارات اللي ظهرت دكتورة في مجال التوعية, قاموا الناس الحين يسوون الباركود, قاموا يستخدمون الأونلاين سيشن, يعني التوعية قامت توصل لأعداد يمكن أكبر من قبل. صحيح. لو كان توعية على مستوى مستشفى دبي الحين على مستوى يعني أكبر, ممكن تتم بعث هاي الدعوات إلكترونية, فكانت طبعا مثل ما نقول كوفيد نعمة ونقمة. صحيح. يعني علمتنا نستخدم الأشياء اللي كنا الثانية. ما نبغى نستخدمها. صحيح. تغطية أكبر. والأهمية دكتورة يعني نشكر جهودكم يعني يعني الأهمية حتى في أماكن ثانية أنتوا توصلون للناس لتثقيفهم بدال الناس ما تيكم, حتى أنتوا توصلون للناس يعني فعلا نفس فعلا يعني الكامبين بنكتشف بنشخص حالات ما كانوش عارفين أنه عندهم سكر أو ضغط,
ممتاز، وهذا له دور جدا كبير. نعم، وطبعا دكتورة غير خدمات التوعية يقدم مستشفى دبي خدمات أكيد تخصصية في أمراض القلب، حبينا أيضا نعرف المستمعين عليها. أيوة طيب، طبعا المريض يا إما بنشوفه في العيادة من تحويل من العيادات البريفرال كلينيك، أو بيكون في الطوارئ. أوكي. وبعدين إذا كان في الطوارئ وحالته لازم يكون إدخال، فبيدخل المستشفى، فعنا قسم الإدخال. أوكي. عنا قسم القسطرة اللي هو بيعمل الأنجيوغرام علشان نشوف الشرايين لو في شبكة أو أو بنحول لجراحة القلب. وبعدين طبعا في عنا قسم اللي هو التشخيصي، مثلا نعمل تخطيط القلب وبعدين نعمل فحص بالجهد، وطبعا التصوير اللي هو تصوير الترانسوراتيك إيكو اللي هو الموجات الفوق صوتية. أوكي. وفي طبعا احنا بنعمل كمان الكاردياك سيتي اللي هو بنشوف شرايين القلب عن طريق الأشعة سيتي سكان المقطعية، وكمان في الـ MRI اللي هي الماجنتيك ريزونانت اللي هي التصوير عن طريق الأشعة المغناطيسية. المغناطيسية أيوة، برضو للقلب بنشوف عضلة القلب، وبنعمل برضو اللي هو تصوير بالمنظار. فمعظم الفحوصات التشخيصية بتنعمل في مستشفى دبي، وفي طبعا قسم اللي هو الاي بي او اللي هو الكهرباء القلب، فلو لو في مثلا في مرضى يكون عندهم مشكله بالضربات او اللي هو الهارت بلوك، ففي برضه عندنا بنركب لهم البيس ميكر او البطاريه. ايوه، يعني يكون عندهم يعني دقات القلب قليله جدا عن المستوى الطبيعي. ايوه. نعم. ايوه، فلازم يتحط له البطاريه او المنظم، بالعربي يقولون منظم القلب يعني. وفي طبعا لما في كانت الكورونا كان في مازال عندنا اللي هي الكلينيك عن طريق التليفون، تليفون انكاونتر. ممتاز. عشان المرضى مثلا اللي هو حالتهم ما تستدعيش انه يروح المستشفى، بنكتب له الوصفه، وحتى somebody كان يعني اي حد بياخذ الدواء او كانوا اي ثينك بيبعثوا لهم الدواء على البيت. ومتابعتك كذلك دكتورة، يعني أن المتابعة يعني حتى لو أن كانت في تحديات أن الكوفيد أثر على دخولهم المستشفى أو متابعتهم، يعني الجميل كذلك أن حتى مع هالتحدي في طريقة أن أنتم توصلتوا لها، أنكم تتواصلون مع المرضى اللي أنتم تتابعونهم. أيوة طبعا، كان في بالتليفون على طول كل عيادة نتصل في المريض ونسأل الشكوى ونطلب له فحصات ممكن يعملها في العيادات. ممتاز. فالحمد لله المرضى ما يعني ما انقطعوش عن العناية الصحية. الحمد لله. دكتورة، بالنسبة لعيادات القلب إذا بنتكلم بتكون عيادات شاملة يعني اللي ولا تخصصية أكثر، يعني الأشخاص اللي عندهم ذكرتي أنت كهربائية القلب بتكون عندهم عيادة متخصصة بكهربائية القلب، ولا عيادة تكون عيادة القلب إن مثل ما نقولها عامة؟ لا، احنا في العامة موجودة. نعم. وفي اللي هي السب سبيشاليتي. نعم. مثلا واحدة عيادة لقصور القلب. نعم. وفي عيادة للسيولة، انت عارفة في مرضى اللي عندهم صمامات وعندهم عدم انتظام لازم يكونوا بياخدوا دواء للسيولة. صحيح. في عيادة للسيولة. ممتاز. وفي عيادة لضربات القلب عدم او اللي هو على البطارية، عشان انت عارفة برضو البطارية زي اي بطارية لها صحيح. عمر. فلازم صحيح. كل مثلا 6 شهور مشيك على البطارية مضبوطة أو يعني كم عمر البطارية للمريض. وهذا جدا شيء جميل، ومثل ما نقول عنه يعني يعني أن حتى التخصصات الطبية ابتدت تكون عندها تخصصات تحت التخصصات الطبية نفسها. وصراحة دكتورة دوركم كبير أن حتى هذه التخصصات الطبية توفرت عندكم في قسم القلب، يعني هذا يعطي المريض أهمية كبيرة، والاهتمام والاعتناء فيه يكون يعني بشكل مركز على مشكلته الأساسية، وهذا يعكس. اكشولي معلش اقطع كلامك، في عياده كمان نسيتها، عياده مهمه هي اللي هي كومباين كلينيك، في حالات بالذات الحوامل. نعم. يكون معاهم مشكله بالقلب. صحيح. ولازم يكون في قرار الولاده يكون ما بين كونسلتيشن مع يعني دكتوره الولاده ودكتور القلب. ففي عياده عاملينها بيكون دكتورين مع بعض، دكتور القلب
ودكتور الولادة أو دكتورة الولادة يعني. ممتاز. بنريح المريض وبنعرف بالضبط الحالة ويبقى القرار على طريقة الولادة أو العملية يكون ما بين دكتور القلب ودكتورة النساء والولادة. صحيح. وهاي العيادة جدا يعني مثل ما نقول مفيدة ومميزة كذلك لأن اخترتوا فئة مهمة كذلك عندنا في المجتمع. طبعا دكتورة إيمان الحديث عن أمراض القلب يعني ما تسعى حلقة واحدة كذلك، وإن شاء الله بنستمر إن شاء الله وياكم بلقاءات مستمرة خلال برنامجنا إن شاء الله. المهم إن شاء الله الناس تكون الوعي يكون أحسن وأحسن ويكون أمراض القلب يعني تقل في الإمارات في العالم العربي إن شاء الله. إن شاء الله. الدكتورة إيمان إبراهيم اختصاصية أمراض القلب مستشفى دبي، شكرا لك. أهلا وسهلا. شكرا لك، حياك الله. مع السلامة. طبعا آمنة هذه كانت آخر فقرة عندنا في برنامجنا لليوم. نفس ما قلنا الوقت كان بسرعة يمر، صح اليوم الوقت يمر سريع والمواضيع طبعا كل موضوع أهم من الموضوع الثاني، بس الحمد لله تطرقنا له بطريقة الأشياء المهمة اللي الناس تستفيد منها وكذلك تقدر تطبقها في حياتها. نعم. وطبعا أعزائي المستمعين في ختام حلقتنا حابين نشكر لكم حسن متابعتكم معنا وأملين أن نكون دائما عند حسن ظنكم، وكل الشكر لفريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، والشكر لإذاعة نور دبي ومخرجنا سعيد المر في التنسيق والمتابعة ميرا الغفلي، وأنقل لكم تحياتي آمنة آل علي وتحيات دكتورة عاشة البسطي، ودمتم في صحة وسعادة. صحة وسعادة.